الجميع متأهب، أهلا بالجنرال الأبيض. الثوب الأبيض المنتظر اعتبارا من الثلاثاء حتى الخميس يلاقيه اللبنانيون بكثير من الأمل بعد عام شحيح. الإدارات كلها متأهبة تنسق مع مصلحة الأرصاد الجوية وتتحضر للعاصفة الثلجية المنتظرة. هنا في ظهر البيدر 6 آليات لوزارة الأشغال والنقل مستعدة، وعمال مركز جرف الثلوج مستعدون أيضا. على جهوزية تامة، موجودين 24/24 ساعة، طوائم عم تبدل مع بعض البعض، الآليات جاهزة وكل التحضيرات موجودة وجاهزة، عندنا المازوت مأمن والملح مأمن. لا يختلف الوضع كثيرا في مركز جرف الثلوج في فريا. هنا 11 جرافة من مختلف الأحجام، بعضها مجهز بآلات لرش الملح تتولى فتح الطرق من عيون السيمان في أعالي كفردبيان حتى بلدات وسط كسروان. ماكيناتنا كلها جاهزة، يعني هلا ناطرين الترجيات، أيمتى بينزلوا نحن نكون جاهزين على الأرض. ما في أعطال بالآليات؟ أعطال ما في، يعني أعطال بتبقى خفيفة شوي صغيرة بنسويها نحن هون، وأعطال قوية ما في لأنه ماكيناتنا كلها جديدة وبعد ما لناش تعبان كثير يعني. كل الإدارة المعنية، المديريات الإقليمية تقريبا على جهوزية كاملة وفقا للإمكانيات المتوفرة مع المديريات، بالإضافة إلى أنه تستأجر آليات من مواطنين أو من شركات إذا ما احتاجت لمثل هذه الآليات. لا يختلف وضع الدفاع المدني عن غيره من الأجهزة، استنفار واستعداد في العدة والعديد ولا سيما المتطوعين لمواكبة العاصفة المرتقبة، إلا أن المطلوب من المواطنين مساعدة الأجهزة المعنية وعدم التنقل في المناطق الجبلية أبان العاصفة إلا في الحالات القصوى. بالنتيجة هذه العاصفة لازم يكون في تعاون فيها بين وزارة الأشغال، قوى الأمن، البلديات والدفاع المدني لحتى نقدر نخلص الناس إذا كانوا بحاجة للمساعدة. كل المراكز الجبلية قبل العاصفة نحن جهزناها صارت جاهزة للتدخل. صحيح أنها عاصفة ثلجية شهدنا مثلها، لكن لا يمنع من الاستعداد لها تجنبا لوقوع أي إصابات أو محاصرة سيارات في الثلج والجليد.